19 من شهر رمضان المبارك، اللهم وفر فيه حدا من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأه فيه لتستغفر له ملائكة السماوات والأرضين ويدعون له. المصدر ضياء الصالحين. هذا الدعاء باش الناس قاعد تقوله، الناس تصوم وتقول هذا الدعاء كل يوم ان شاء الله، ما عليكم الا تبارطاجيو على قناه نعوم تي في، وما تنساوش باش تبارطاجيوه في لي جروب مجموعات او صفحات الفيسبوك او التواصل الاجتماعي ككل. خليكم صحة فطوركم، صحة صيامكم، تقبل الله صيام الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابوني على شان يوتيوب نعوم تي في.